السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الساعة الثانية من أنت الحكم. نفتح الباب أمام اتصالاتكم وأرائكم، فأنتم الحكم في هذه الساعة. نذكر بسؤال هذه الحلقة: القمة العربية في البحرين، هل انتصرت للقضية الفلسطينية؟ وهل صحح العدوان على غزة الموقف العربي من القضية الفلسطينية؟ ما رأيكم؟ أنتم الحكم، أنتم تابعتم وقرأتم بيان هذه القمة الذي دعا لتشكيل قوة دولية أممية تفد إلى غزة هذه القوة. بعضكم قرأ في الصحافة أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها إسرائيل كانت تريد قوة عربية لتكون في قطاع غزة، وأن هناك ممانعة عربية وبخاصة من مصر لوجود أي قوة عربية، وجاء المقترح العربي بالدعوة لقوات أممية. هل هذا ما كان ينتظره أهل غزة من قمة العرب بعد 8 أشهر من الذبح والقتل والتدمير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد هذه المقتلة التي تحاكم إسرائيل فيها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، 35,000 من شهداء قطاع غزة؟ هل هذا البيان الهزيل، الدعوة لتشكيل قوات، الدعوة لدولة، لحل دولتين، أي حل لدولة، أي سراب يسعى ويمضي ويركض وراءه هؤلاء؟ هل فلسطينيو غزة الآن الذين يذبحون ينتظرون دولة فلسطينية يحكمها محمود عباس، الذي كان لافتاً أن يتحدث في هذه القمة مذكراً بما جرى في 7 أكتوبر ومعلقاً على كل، ربما كما جاء في بيان حماس، معلقاً ما قال ما تقوم به إسرائيل بما قامت به حماس في 7 أكتوبر؟ هؤلاء الزعماء الذين كلكم تابعتم مشهد استقبالهم في المنامة وهم يرشون بالورود، هل كان مناسباً أن يحتفى بهؤلاء وهم يفدون بعد 8 أشهر من ذبح الشعب الفلسطيني، من تدمير قطاع غزة على رؤوس أهلها؟ هل كانت المكافأة أن يرمى هؤلاء بالزهور؟ انظروا أنتم لذلك المشهد وأترك لكم التعليق. إلى البحرين، وهذه صور مباشرة إذن لدخول القادة ملوك ورؤساء مباشرة إلى البحرين، وهذه صور مباشرة إذن لدخول القادة ملوك. إذن البعض كان يتمنى أن يكون هذا المشهد مشهد المنتصر لأهل قطاع غزة، مشهد من ألجم العدوان الاحتلال الإسرائيلي وأوقفه عند حده في جرائمه المستمرة بقطاع غزة، فعند ذاك يليق بأن يرمى هؤلاء بالزهور. وهل ترمى الزهور إلا على المنتصرين؟ أي انتصار لهذه القمة العربية وأهل قطاع غزة ما زالوا في اللحظة التي كان يرمى فيها الزعماء العرب بالورود؟ كانوا يرمون بالقنابل والصواريخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أبو القعقاع، ما رأيك؟ تفضل يا أبو القعقاع من قطر. والله يا أخي الشعوب ذكية، الشعوب ذكية. احنا ندري ما بقى شيء، بس اللي ذبحني طال عمرك وادهشني كلام محمود عباس يا محمل حماس الجريمة وخلى إسرائيل، يعني نمرد على حماس ونمرد على إسرائيل. أي شعب يشوف رئيسه يقول الكلام هذا في فصيلة من فصيلة خلاص ينهان الشعب، يدرك بالإفلاس. هذا حاكمي ويقول لي الكلام هذا ويخلي إسرائيل، والله بتحطم يا أخي. أنا من الشعب القطري تحطمت أمس يوم تابعت له قمة. أنا أعرف القمة من أول، عندي معلوماتها كلها، بس ما توقعت إنه محمود عباس يقول هذاك الكلام لحماس. والله العظيم ودي اني دفعت من دمي وانه ما قاله. حرام يا اخي، شعوب ذكية تعرف الناس، تعرف كل شيء، قد تعرف السياسة. والله العظيم انها خير من هذا الحكام الشعوب. حرام يا اخي، واللي نافق معهم ملعون. انا ادري بالقمم هذه ما منها فايدة. هم حاولوا يستثون حماس من غزة، بس عيب عليهم ما يقدرون يبينون العيب. فقالوا بنجيبه أمام المتحدة تستلم الوضع، هو انتقام من حماس. تدري حماس رفعت رؤوس العرب،
وتحية وتقدير لأبو عبيدة زعيم العرب، هذا رفع روس. طيب ولكن البعض يا أبو القعقاع كان يقول بأن عباس جزء من المنظومة العربية ويريد أن يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أن يرضي إسرائيل التي لا ترضى لا عن فتح ولا عن حماس، فجاء تبريره وحديثه عما جرى في 7 أكتوبر وربطه بجرائم الاحتلال المستمرة في غزة. ما أنا بقول أنا خارج عن منظمة الحكام، لا لا كلامك صحيح ومية بالمية أنا معك في هذا، صحيح أن جزء منهم ويمثلهم لأنه من الشعب، من الشعب الفلسطيني، أنت تدري أنه واحد من الشعب الفلسطيني، ويوم يقول الكلام هذا وأنا رئيس والله ما عاد يطال عمرك بحامي في الشعب الفلسطيني، ما خلاص هذا رئيسه. أنت تذكر السنوار في السنوار هذا في لبنان يوم قصفت إسرائيل بلاده بكى تعاطفه مع العالم في قمة عربية، والله أنا أذكرها وأنا أبيض وجه بكى من شعبه يوم يقتل، هذا من حقه. هذا محمود عباس واقسم بالله انها اسرائيل انها طبق الاصل. شكرا لك يا ابو القعقاع، شكرا جزيلا لك. اقرا رساله شيماء تقول في مؤتمر القمه في المنامه كان الهدف انقاذ المحتل من اوحال غزه بشرعنه خطه 2035 وهي ارسال قوات امميه لتصفيه القضيه الفلسطينيه، فلهذا كان حديث تحدث محمود عباس كممثل عن نتنياهو، اما السيسي فتكلم وكانه احمد عرابي أو سعد زغلول متلاعبا بالألفاظ لدغدغة المشاعر وامتصاص نقمة واحتقان الشعب المصري. ما رأيك يا أبو صهيب؟ هل فعلا ارتقى بيان هذه القمة لما يريده الشعب العربي من نصرة لقطاع غزة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي العزيز الشهم جمال. أهلا بك، أهلا بك يا أبو صهيب، تفضل. الله يبارك فيك. أولا وقبل كل شيء تحية مفعمة بالسعادة والهناء إلى أولئك الرجال الذين رفعوا رؤوس الأمة، تاج هذه الأمة المقاومة والحاضنة الصابرة المصابرة التي لا يخذلها المولى تبارك وتعالى عندما خذلتها القمم، هذه القمم التي لا تمثل إلا نفسها، لا تمثل إلا كراسيها، لا تمثل إلا خذلانها وانتكاستها وتلك المواصفات التي لا تليق بالقادة، كما قال متدخلك من لندن القادة، القادة من هم القادة؟ القائد هو الذي يكون في الطليعة، القائد هو الذي يحمل مشعل الأمة ويدود على حماها ويدود على دينها. أما هؤلاء أين انعقدت القمة في البحرين؟ إنها لها دلالة ومغزى. لماذا؟ البحرين ألم تطبع مع الكيان الصهيوني؟ ألم يفرش البساط الأحمر إلى الصهاينة الذين يقتلون إخواننا ويقتلون أبناؤنا وأطفالنا؟ ألم تقوم البحرين بإعطاء تلك الصبغة البروتوكولية لهؤلاء الصهاينة؟ ولكن في عالم السياسة البعض يقول يا أبو صهيب يجب أن تكون واقعيا، إذا لم يكن لك دور في العالم والعالم لا يستمع إليك وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فعليك أن تتحرك وفق المتاح. المتاح لهذه الأنظمة هو لغة الإدانة، تصعيد ببيانات الشجب والاستنكار، التلويح بقوات أممية، إحراج إسرائيل، هذا هو المتاح. فلنحاكم الأنظمة على إمكاناتها. الأنظمة هي الإنهزامية، هي الانبطاح إلى الكيان الصهيوني الأمريكي، لأنها لا يملكون الشرعية. هل لهم شرعية من طرف شعوبهم؟ هم قتلوا شعوبهم، هم قاموا بالويلات على شعوبهم، لأن هذا نتنياهو قد عرف من أين تأكل الكتف أو تأكل الكتف، لأن عرفهم بأنهم لا يملكون ولو جرأة. إن كانت لهم جرأة هؤلاء، ليس القرارات الدولية وليس هذه إن صح التعبير الشعارات الجوفاء التي صدعوا بها رؤوسنا من خلال ماذا؟ من خلال فقد الشيء لا يعطيه، لا يملكون الجرأة الحقيقية لأنهم جبناء، لأنهم يخافون أن تذهب كراسيهم. إذا انتصرت بإذن الله تعالى المقاومة، سيكون الدور عليهم بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا لك.
أم هيثم تقول: القمة لم تقف مع المقاومة، والمحتل ما زال مصدوما، فهو لم يتعود أن يحارب هذه المدة 224 يوما دون أفق لنهاية، خاصة أنه جرب مع 3 جيوش عربية كانت موجودة في الضفة وغزة والجولان وسيناء، فهزمت، وهذه الجيوش 6 أيام هزمت قبل بدء المعركة. محمود، ما رأيك يا محمود؟ هل هناك أي بصيص أمل في هذه النظم العربية بعد بيانها حول ما يجري في قطاع غزة وعدم اتخاذها أي خطوة عملية لوقف العدوان؟ تفضل يا محمود. مرحبا أستاذ جمال. أهلا بك يا محمود. أنا في الأول أريد أن أسأل سؤال: كيف سيتم إخراج الجيش الصهيوني من غزة بعد أن خسر أهداف الحملة العسكرية؟ لا حرر رهائن، ولا حرر أسرى، ولا دمر حماس. هذا السؤال يعني أرجوك أوضعه في المقدمة. بعدين بنيجي على مؤتمر البحرين بعد تباطؤ مصري صهيوني على احتلال معبر رفح. زي ضيفك محمد يعني بيقول ان الكيان الصهيوني بيقول ان حماس حركة إرهابية، يعني ممنوع انه يستلم معبر رفح بعد الآن. فمن حيستلم معبر رفح؟ 2، الرصيف البحري اللي اتعمل من امريكا وحمايته ب2000 جندي مارينز لوجود المساعدات الإنسانية. تخيل 2000 جندي مارينز يحموا الرصيف البحري اللي تم تثبيته امبارح واول امبارح على في المؤتمر هذا. وهذا الرصيف بالمناسبة يا محمود هو فكرة إسرائيلية ايضا. وزير الخارجية السابق ديفيد كوهين كان طرحها في التسعينات. امريكا وكانت طرحت ضمن اجراءات للتخلص من حتى عبء ادخال البضائع مع المعابر نهائيا. نعم سيدي العزيز، وانا بقول لك ان امريكا لا تريد تسليم الرصيف الا للسلطة الفلسطينية لمحمود عباس. فيبقى هنا في يجب ان يكون في قوات أممية هتيجي تحمي قوات السلطة، لان قوات السلطة مش هتقدر على حركة حماس. يعني العملية هي وجود قوات أممية او قوات عربية لنزع سلاح المقاومة بالعربي كده الفصيح. القوات اللي بتيجي هي قوة احتلال، قوة تعمل لصالح الصهاينة. ولهذا وزير الحرب الصهيوني قال احنا ما نقدرش نحكم قطاع غزة عسكريا، لان هذا بيكلفنا 50,000 جندي صهيوني كل يوم ومصاريف بالمليارات. فهم بدهم يوفروا على الاحتلال الصهيوني، يعني احتلال مجاني، واسرائيل بتقعد متحكمة في كل وقوات أممية تنزع سلاح المقاومة، وبعدين نفكر بعدين في حل الدولتين. هذا هو السيناريو اللي موجود، يعني سيناريو لخدمة الاحتلال. شكرا لك يا محمود. ما رأيك يا أبو فاروق من رومانيا؟ يعني ما خرجوا به كما يرى محمود، كما يرى كثيرون أيضا، هو خدمة الاحتلال. الشعب الفلسطيني الآن هل يطالب بقوات أممية؟ يطالب بوقف المجازر، يطالب بوقف العدوان، يطالب بوقف التدمير. ما رأيك يا أبو فاروق؟ أم أسامة من الجزائر، تفضلي، ما رأيك؟ أم أسامة تفضلي. السلام عليكم أخي جمال، تحياتي لكم وللمقاومة ولأبو عبيدة والمقاومين في كل مكان في الوطن العربي، في لبنان وفي العراق وفي كل مكان، ومن كان يعاون إخواننا في فلسطين فجزاه الله خير وبارك الله فيهم. وأقول لك أخي جمال، التقوا البراميل لكي يزيدوا من خيانة، إنهم براميل لا أكثر ولا أقل، ولا نهتم بهم ولا بما يفعلون. أقسم لك بالله لم أراها إلا في القنوات الذين ينتقدونهم فقط، لم أرى وجوه الخائنين ولا المجرمين، وأعوذ بالله منهم ومن شرهم، وانتقم الله منهم. يرشونهم بالورود وهم أوساخ، ولم لا يطهرهم البحر ولا بحر الدنيا بكامله، إنهم دم أطفال. لكن ما الذي سيفعلون؟ ما الذي يعني بشكل واقعي هذه الأنظمة الضعيفة
لماذا تطالبيها بما لا تستطيع؟ لا 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 أطالبهم ولا يستحقوا منا أي شيء. نحن شعوب في أزمة، في أزمة منهم ومن شرورهم وشرور أفعالهم. ثمانية أشهر وإخوانهم يموتوا وهم يسخرون منا. الورود ماذا فعلوا؟ لعنة الله عليهم وعلى المجرمين الذين مثلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيتي وفي من عوله في كل الحكام العرب. يعني هذا مشهد الورود كثيرون يروا أنه لم يكن له داعي الآن، يعني دماء تسيل في قطاع غزة، أهل غزة منكوبون في كل بيت تقريبا في قطاع غزة، ما في أسرة، ما في عائلة من قطاع غزة إلا وفيها شهيد، إلا وفيها جريح، إلا ودمر لها منزل. فهل هذا المشهد الذي ينتظره أهل غزة من الحكام العرب يرمون بالزهور؟ بالطبع كانوا يتمنون أن ينتصر هؤلاء لقطاع غزة، أن يوقفوا العدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر، أن يدافعوا عنهم، أن يفتحوا معبر رفح على الأقل. ها هو معبر رفح الآن مغلق، هل استطاعوا أن يفتحوه؟ هل استطاعوا أن يدخل المساعدات؟ شكرا لك يا أسامة. أبو فاروق تفضل، ما رأيك؟ أبو فاروق تفضل. أبو فاروق تسمعني؟ ابتسام تقول: تركيز الحكام العرب على عدم إزعاج الملاحة البحرية في البحر الأحمر دون التطرق لمعبر رفح. أما وزير الخارجية المصري فيقول: عملية السلام كامب ديفيد خيار استراتيجي بينما يدوس عليها المحتل في محور فلادلفيا ويفعصها كبندورة وادي عربة الأردنية. ما رأيك أبو فاروق؟ أبو فاروق تسمعنا؟ والله أنا سامعك بس أنت ما تسمعني يعني. طيب الآن أنا أسمعك، تفضل. تفضل. ألو ألو أسمعك، تفضل تفضل. السلام عليكم أخي جمال، طبعا أحييك وأحيي كل المجاهدين أخي في غزة، في فلسطين، وفي اليمن، وفي العراق، وفي لبنان. أخي العزيز، ماذا تترجى؟ أنت تقول أنه الغزاويون غزة مدمرة وشعبها مدمر، ماذا تترجى؟ وهم يتفرجون هؤلاء، هذول اللي مسوين قمة بالبحرين. أخي العزيز، هؤلاء مو أكثر من ذيول، مو أكثر من عملاء وخونة للأمريكان وللصهاينة. إيش تترجى من عندهم؟ يشوفون أخوهم هذا الفلسطيني، هذا الجبار العظيم، مذبوح أمامه وهم يتفرجون عليه. لا بل أزيدك أكثر، إنه هم يدعمون الكيان الصهيوني أخي العزيز بالأسلحة وبالمال وبالبضاعة وبكل شيء. هؤلاء العملاء والخونة. وأضيف لك فشي، أكراد العراق أخي، أكراد ذولا جماعة برزاني مشاركين بالحرب أخي، يدعمون الصهاينة أخي ذولا الأكراد. وشوف هاي الإذاعات السعودية هاي العربية والحدث. ماذا تقصد يعني؟ ماذا تقصد بالأكراد؟ أنت تعمم الآن على كل الأكراد، أم هل تقصد مجموعة سياسية معينة يعني من الأكراد في العراق؟ نعم أخي العزيز، هؤلاء يدعمون الصهاينة أخي، أكراد العراق، جماعة مسعود برزاني أخي العزيز، يدعمون الصهاينة ضد المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان أخي العزيز. عندك دليل على ذلك؟ نعم أخي جمال. ما الدليل؟ الدليل أخي واضح، هاي تلمع صهاينة شمال العراق أخي، حاطين حتى أعلام الصهاينة موجودة في أربيل أخي العزيز، عملاء وخونة وجواسيس والموساد. طيب لكن البعض يقول لك إذا كان الرئيس الفلسطيني يهاجم حماس ويبرر جرائم الاحتلال في قطاع غزة، من نفس الطينة، مو زبالة، مو عميل وخان. أنت إيش تترجى من عميل وخان أخي العزيز؟ وقالت قمة البحرين طبعا، دعني وأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أخي ذولا مو أكثر من عملاء وخونة للصهاينة هذول خاصة. طيب حتى الدول التي ليس لديها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ماذا فعلت؟ يعني بعضها يمنع الشعب من التعبير عن حبه لقطاع غزة، من الهتاف لقطاع غزة. لأنهم مأمورون، لأنهم عملاء وخونة للصهاينة مأمورون أخي العزيز، هؤلاء مو أكثر من عبيد أخي العزيز. أنت تدري هسه الكويت ماشية بالتطبيع، الكويت تريد تطبع مع الصهاينة، وهذا ما ذكره عبد الله النفيسي. وذول اللي يطلعون ذول يا أخي العزيز مهان،
اكو 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 اكثر ذله من هالذله هاي يا اخي جمال. شكرا لك يا ابو فاروق. بلال يقول: هل هناك تغيرات على ارض الواقع لصالح غزه لنقول بان القمه العربيه انتصرت للقضيه الفلسطينيه، ام ان الاحتلال كثف هجماته على قطاع غزه؟ ما رايك يا يوسف من تونس؟ هل خاف الاحتلال من بيان القمه؟ هل ارتعد الاحتلال من نتائج هذه القمه وخفف جرائمه على الاقل التي يرتكبها يوميا في قطاع غزه، حتى نقول كما يرى بلال بان هناك نتائج او ان هذه القمه انتصرت للقضيه الفلسطينيه؟ يوسف تفضل. سلام جميع، ربي يعاونك. اهلا بك، ربي يعاونك. تفضل. بالنسبه للقمه العربيه النتائج نتاعها واضحه من قبل حتى ما يجتمع، من قبل حتى يشوف طياراتهم، من قبل يعمل حتى شيء. واضحه الشعوب العربيه ماشي عندهم فيه وثيقه، الحكام زايد تعمل فيه كل راهو زايد. اول حاجه على الاقل، اقل حاجه كان يخرجوا من القمه العربيه كان ياخذوا قرار جماعي قتل علاقات وطرد السفراء من بلدانهم. اول حاجه، اقل حاجه عملوها هذه، اقل حاجه. ما فماها شيء، ما فما حتى احنا رانا حكام ما عشان فيكم ثقه، انتم حكام فماكم شرعيين مش ناخذ فيكم الثقه. وبالنسبه سي جمال، في المحكمه كان هم المحكمه القمه العربيه هذه وفروا روحهم ودعموا جنوب افريقيا في المحكمه الدوليه احسن لهم، كانت قربوا اكثر وكانوا يحلوا مشاكل اكثر، كانوا يحبوا هم غيرين الشعب الفلسطيني، كانوا عملوا قاربوا مع جنوب افريقيا ودعموا موقف نتاعهم مع جنوب افريقيا. بالنسبه للسيد الحكام، وانا فهمت اردوغان وانا تاع مصر وانا تاع قطر، ما كنت تحكم بالفلسطين وتحكم بالدم الفلسطيني، شو تقربتوش مع جنوب افريقيا؟ شو كنت قربتوش مع جنوب افريقيا وعملتوا انت ملف كبير انت ودعمتوا موقفكم. بالنسبه للسيد اردوغان بعمل خطوه كبيره الجمعه اللي فاتت وحسب المقاومه الفلسطينيه، فهمت؟ لا مقاومه شرعيه مش مقاومه ارهابيه، صحيح يرحم والديك وبارك الله فيك يا سيد اردوغان، لكن الكلام اللي قلت انت ما قال حتى حاكم في الدنيا. لكن يا سيد اردوغان عندك راك ناقص، الخطوه نتاعك راهي ناقصه، كيفاش تتحكي مع مقاومه فلسطينيه هيك والسفاره سفاره العدو الاسرائيليه على نتاعها في تركيا؟ كيفاش الخنزير المجرم السفير اسرائيل ياكل بالغله نتاع تركيا 20% تاع تركيا، والشعب الفلسطيني جعان والشعب الفلسطيني محتاج ونسيه ميتة وذرية صغار حالة فيهم سي جمال. ولكن البعض مثل أبو خالد يهاجمك ويقول ويهاجمني أيضا ويقول: ماذا تريدون من الزعماء العرب؟ هل تريدون منهم أن يدمروا أوطانهم من أجل إرضائكم؟ يعني هل الحكام العرب عندما يرفعوا صوتهم بوجه الاحتلال الإسرائيلي ويهددوا مجرد التهديد باستخدام أوراق القوة التي لديهم، باستخدام أوراق الضغط التي لديهم، هل هؤلاء سيدمروا أوطانهم؟ كان هم حكام شرعيين يسمعوا شعوبهم، راهم راهنوا على الله وراهنوا على الشعوب، ما يراهنوش على إسرائيل، ما يراهنوش على أمريكا، عندكم القوة تدعموا بها فلسطين ودعموا بها غزة وما تدخلوهاش جعانة وما تدخلوهاش تضعف كما هيك. انا خاطر هم شعاب حكام ما هم شرعيين، كانوا شرعيين سمعوا راهم سمعوا فهمت الشعب تاعهم وراهم دعموا فهمت المقاومه الفلسطينيه. شكرا جزيلا لك. الرئيس عباس هاجم حماس في كلمته امام القمه العربيه واعتبر ذلك تبريرا للاحتلال الاسرائيلي كما جاء في بيان حماس الذي استهجن ان يستخدم عباس هذا المنبر الذي كان من المفروض أن يدافع فيه عن الشعب الفلسطيني، وقال في كلمته وهاجم الاحتلال، لكن كان اللافت أيضا أن يهاجم حماس في هذا المنبر. نتابع. كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا. ما رأيكم؟ هل بعد كل هذه الدماء التي سالت في قطاع غزة يأتي الرئيس الفلسطيني ليتحدث عن 7 أكتوبر؟ إذا كانت محكمة العدل الدولية تحاكم الاحتلال الإسرائيلي بتهمة جريمة الإبادة، بتهمة أن ما يجري في قطاع غزة من قتل للأطفال، من قتل للنساء، من قتل للمدنيين،
كل عشرات الآلاف الذين قتلوا في قطاع غزة ليسوا من المدنيين، ما علاقتهم بالسابع من أكتوبر؟ ما علاقة النساء بالسابع من أكتوبر؟ ما علاقة الأطفال بالسابع من أكتوبر؟ ما علاقة الحجر والشجر الذي دمره وأحرقه الاحتلال الإسرائيلي بالسابع من أكتوبر؟ لماذا يأتي عباس ويتحدث عن السابع من أكتوبر أمام العرب، أمام منبر كان من المفروض كما يرى الكثيرون من الأحرار حول العالم أن يركز كلامه على لجم الاحتلال الإسرائيلي، كيف يوقف الاحتلال الإسرائيلي، لا أن يفتح نافذة وزاوية يراها البعض تبريرا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. أبو أنس ما رأيك؟ تفضل أبو أنس من السويد. أبو أنس تفضل. السلام عليكم أخي جمال. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، نحن نعلم جميعا أن هذه القمة العربية والقمم التي انطلقت قبلها وقبلها وقبلها لن تأتي إلا بالخطابات الهزيلة اتجاه الشعب الفلسطيني. هذه القمة لم تتخذ إلا قرار واحد، هي عند مساندة الاحتلال العراقي لاجتياح العراق. هذه هي القمة العربية، ومن يراهن على القمة العربية أعتقد أن ليس لديه عقل. القمة العربية قراراتها تتخذ من الأمريكي والغرب للأسف الشديد. يعني قمة عربية و36 ألف شهيد و100 ألف جريح، ما بطلعوا بيان مشترك، حتى خطاب السياسي ما أدرين يوحدوا باتجاه القضية الفلسطينية. يعني شيء غريب للأسف الشديد. للأسف الشديد أنا ما بلوم فقط الحكام العرب، بلوم الشعوب العربية، الشعوب العربية النايمة. أنا بدي أجيب لك مثال أخي جمال خارج نطاق أو سياق هذا الحديث. أنا أقطن في السويد، في اعتصام في إحدى الجامعات السويدية في مدينة يوتوبوري، وهي المدينة الثانية في السويد. للأسف الشديد، للأسف الشديد اللي كانوا بتحججوا أو عندهم ذرائع أنه الأنظمة العربية منعتهم من الاحتجاجات أو التظاهر، ما هون في 100,000 عربي بالمدينة اللي أنا ساكن فيها. للأسف الشديد ما بيطلع 200 واحد للتظاهر. بالجامعة يمكن 10 طلاب عرب وأغلبهم فلسطينيين والباقي سويديين. ليش دائما بنحمل أخطانا للحاكم؟ إحنا نبدأ بنفسنا ثم بمن نعول. دائما إحنا المقصرين اتجاه أنفسنا، خذلنا أنفسنا قبل ما نخذل الشعب الفلسطيني. لذلك الحاكم لقى فينا استمراء بالخيانة وعم بخون هو. للأسف الشديد، للأسف الشديد دائما بنسب على الأنظمة الأنظمة الأنظمة. إحنا مقصرين أكثر من الأنظمة اتجاه القضية الفلسطينية، اتجاه المجازر اللي عم بيصير بفلسطين. ما بشوفوا، يعني الناس ما عم تشوف هاللي عم بيصير بفلسطين من جوع وتنكيل وقهر وعذابات. الشعب الفلسطيني ترك وحيد أخي جمال، ترك وحيد عم عرضه وعم لا أسمح بهذه الكلام، لا أسمح بهذه الكلام. انتبه لألفاظك يا أبو أنس، انتبه لألفاظك. قمة الحكام العرب يقول، أو محمد المصري، أغلبهم قمة لحكام أغلبهم يحكمون شعوبهم بعد الانقلاب على الربيع العربي بالحديد والنار وبصمت ورضا الدول الغربية صاحبة شعارات حقوق الإنسان، التي هي الآن تثبت العدوى العربية، أصبحت تقمع اعتصامات جامعاتها واتبعت نهج تلفيق التهم التعسفية يمنة ويسرى، وربما قريبا تقوم باختطاف المعارضين وتقطيعهم بالمنشار. أما أبو أيوب من الجزائر فيقول، ماذا تنتظرون من قمة العار كما يقول؟ والنفاق دول مطبعة وتفتخر بالتطبيع وتقول عنه خيار استراتيجي، ودول تابعة لتلك المطبعة. أما جامعة الدول فيصفها بالعبرية فهي رأس الفتنة. للأسف يعني يقول أن يكون أمير قطر في هذه القمة. على كل حال، السؤال هو أيضا عن دور الشعوب. يعني هذه الشعوب التي في بعض الدول العربية يسمح بهامش المظاهرات، يسمح لها بأن تعبر عن رأيها، لماذا لم تستخدم هذه الفسحة؟ لماذا لم تظهر هي انتماءها لقطاع غزة كما يظهر الطلاب في الغرب هنا انتماءهم لقطاع غزة؟ لماذا يطالب أمين عام جامعة الدول العربية بإظهار الوحدة؟
لماذا لم تعطي الدول العربية للدول في العالم درساً في الوحدة حتى يأتي الأمين العام لجامعة حتى يأتي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليلقن العرب درساً في الوحدة؟ نتابع. I was born in Lisbon, a city that for centuries was part of Al-Andalus. This was a time when Cordoba was the center of culture and civilization of the Iberian Peninsula, just as Baghdad was the center of culture and civilization of the world, reaching out from the Chinese border to the Atlantic coast. But history moved on, and the number of transformations, cultural, economic, technological, and military, changed the world to the detriment of the Arab people. The majority of Arab countries were colonized. It took decades of struggle for liberation, sometimes bloody wars, often with long periods of exploitation and the legacy of lines arbitrarily drawn in the sand. But today, once again, the world is changing, and I see enormous potential in the Arab region. You have the resources, you have the culture, you have the people. But there is one core condition for success in today's world, unity. Time and again, history has shown that divisions allow outsiders to intervene, promoting conflicts, stoking sectarian tensions, and inadvertently fueling terrorism. These are obstacles to peaceful development and well-being of your peoples. Overcoming those obstacles requires breaking the vicious circle of division and foreign manipulation and moving forward together to build a more peaceful and prosperous future for the people of the Arab world and beyond. إذن هذا كلام الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال في أعقاب بدء العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من بوابة رفح المصرية إن ما يجري في قطاع غزة لم يبدأ في 7 أكتوبر وقام عليه الاحتلال الإسرائيلي. وتحدث غوتيريش في ذلك عن تاريخ طويل من الحصار، وعلى الرغم من أنه بعد ذلك يعني حاول أن يبرر لنفسه ويدافع عن نفسه وأنه لم يكن يعني مبررا لما جرى في 7 أكتوبر، لكن الكلمة قالها أن ما حدث في 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ، قالها بالحرف. هذا هو أنطونيو غوتيريش، يعني هل كان مناسبا أن يأتي ويحاضر بالدول العربية حول الوحدة حول التضامن؟ ألم يكن حري بهذه الدول العربية هي أن تظهر الوحدة والتضامن لأنطونيو غوتيريش ولغيره؟ ألا يجمع العرب التاريخ؟ ألا يجمع العرب الدين الواحد؟ ألا يجمع العرب المصير الواحد؟ ألا تجمعهم اللغة الواحدة؟ كل ذلك لماذا لم يكن دافعا لهؤلاء لكي يتحدوا على قبلة المسلمين الأولى على المسجد الأقصى على القضية الفلسطينية؟ محمد تفضل. يا محمد، محمد من فرنسا تفضل. ألو، تفضل يا محمد أسمعك. السلام عليكم. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي هادوك كيما راه ملين من الجملين التمة في القمة العربية، واحد لم داير كونفيونس في خوه وكل خدائن، واحد لم داير كونفيونس في خوه، فهمت؟ كل واحد تيسير بروبلام تاع العرب، كل واحد يحب يفرض روحه وانا الدولة القوية وإسرائيل تضرب فيهم بالكف، فهمت؟ نقول لك حاجة، والله يا العرب الدم هذاك تاع الأولاد الصغار تاع فلسطين والقدس يوبليغاسيو علينا نحروه، وهذاك الأولاد اللي يموتوا هكاك والنساء تاعنا الشرف تاعنا طيح. وكل يا العرب ما كانش فيكم واحد تقولوا فلسطين، هذاك شرف العرب، هذوك النساء تاعنا، هذوك الوليدات تاعنا يقتلوا فينا، وحنا يا من بعيد نتفرجوا في الشعب الفلسطيني يموت، نتفرجوا في فلسطين تتهدم، نتفرجوا في شرف العرب يهبط في الأرض. هادو الإسرائيليين والله والو، خايفين من حاجة ما كان والو، خايفين من أمريكا ما تدير والو، أوروبا ما تدير والو، كلمة
وحده منكم والله الكل يهبطون الارض. واش بيكم خايفين نموتوا؟ والله تموتوا والله ما يقعد واحد حي. هذا رب العالمين اللي قالها، الملك لله. اطلقوا الدنيا، حبيتوا الدنيا وقتلتوا شعوبكم، خليتونا موتى بالقد. انا بركن واجد قدموا برك، ما تخافوا الشعوب تاع العرب كلها معاكم. واش بيكم خايفين؟ واش بيكم اسرائيل؟ والو اسرائيليين والو، ناس كونتر الشرعيه وكونتر العباد وكونتر لي جماع. هادو ناس لازم يطيروا من تما. كانت هذيك يا انا نهضر مع الناس غزه، الناس هادو اللي قاعدين يحاربوا في الاسرائيليين ما تنوغوسيوش معاهم. معليش متوا للجنه ان شاء الله، لا اخر خير من الدنيا. احنا عايشين في الدنيا نشوفوا. ولكن سؤالنا يا محمد، سؤالنا ما الذي بامكان العرب يفعلوه؟ ما الذي بامكانهم؟ ماذا هل امريكا تسمع لهم؟ هل امريكا تعبرهم؟ هل بنيامين نتنياهو يحترمهم؟ هذا معبر رفح، اغلقوا الاحتلال الاسرائيلي منذ اكثر من اسبوع، وينتهك معاهده كامب ديفيد ويدوسها ويدوس كل المعاهدات مع كامب ديفيد وما حتى الدول التي تطبع، ويقتل السلام. ماذا فعلوا؟ هذا الشيء اللي قاعد يصير لنا كامل من مصر قاعده تدير مع في مع اسرائيل في لا بوليتيك. يا با لا بوليتيك، اسرائيل تمشي بالكف. اسرائيل درك تنوض، كنت نوض يا مصر، كنت نوض مصر. دوك العرب كل يتوحدوا، المشكل تاع العرب هي مصر. مصر هي اللي قاعده تنوغوسي، المشكل تاع العرب مصر. كنت نوض مصر غدوه ويقدموا لها الاسرائيليين، والله ما يقعدوا الاسرائيليين، والله امريكا ما تكمل. والله ناس ضعفاء هادو، خايفين منهم برك، خايفين يخلعوا فيهم بالسلاح. ما كان والو، احنا العرب كلنا واجدين. شكرا شكرا لك يا محمد. عبد الواسع يقول من اليمن: القمة العربية لا تعتبر انتصار لفلسطين، بل تمهيد لنكبة جديدة كنكبة 48. هؤلاء الحكام لا يمثلون شعوبهم ولا الرأي العام العربي والإسلامي، وإن الشعوب العربية والإسلامية في الوقت الراهن عليها أن تقف لجانب القضية الفلسطينية بالمظاهرات والضغط على الأنظمة المتآمرة على فلسطين، وعليهم أن يقفوا إلى جانب أي موقف داعم للقضية الفلسطينية من أي دولة، وأن يشدوا على أيادي المقاومة والجيش اليمني ومحور المقاومة لما يقوم به من حرب استنزافية للاحتلال للحدو الصهيوني تمهيدا لإزالته من فلسطين. ما رأيكم؟ هل فعلا هذه القمة لم تنتصر للقضية الفلسطينية؟ لم يرقى ما جاء فيها من بيان حتى للحد الأدنى المطلوب من هذه الدول أمام ما يجري من مجازر؟ الحد الأدنى لما يجري في قطاع غزة هو أن يوقف القتل، أن يوقف التدمير، أن يوقف الذبح. هذا هو الحد الأدنى. أما الحد المعقول أن يعاقب الاحتلال الإسرائيلي، أن تبنى قطاع غزة، أن تتحرر قطاع غزة، أن يأخذ أما الحد الأقصى فهو أن يأخذ الفلسطينيون حريتهم ويقرروا مصيرهم وينتصروا على أرضهم ويتخلصوا من الاحتلال الإسرائيلي. فماذا حقق العرب؟ هل الأدنى؟ الأقصى؟ ما رأيك يا يعقوب؟ تفضل يا يعقوب. يعقوب تفضل. يعقوب؟ طيب. ياسمين تقول: تركيا تدعم جنوب أفريقيا في محكمة العدل، لكنني أخشى ما أخشاه أن يكون عزم مصر الانضمام إليهم هو على طريقة مشاركة مصر والأردن بإلقاء المساعدات من الطائرات على رؤوس الناس، والتي جاءت بعد موافقة نتنياهو للقيام بهذه اللعبة السخيفة لتنفيس احتقان الشعوب العربية. البعض قد يرى أن ما قامت به مصر هو تغير إيجابي، أن اللهجة المصرية الآن التي تتصاعد أمام الاحتلال الإسرائيلي، أمام تلويح وزير الخارجية المصري بمعاهدة كامب ديفيد، وأن ما يجري من احتلال في قطاع على معبر رفح يهدد هذه الاتفاقية، بأن هذا تصعيد سياسي مصري ضد الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي يخشى الموقف المصري، لأن الجيش المصري الكبير، هذا الجيش المصري خاض حروبا مع الاحتلال الإسرائيلي ولم ينساها، وعلى الرغم من أن الوضع السياسي
الآن في مصر وحتى الخطاب السياسي بعمومه لم يرقى لما يريده الشعب المصري من نصرة لقطاع غزة، وكذلك الفعل السياسي المصري حتى الآن لم يأتي بنتيجة. هو بنيامين نتنياهو يتهم الجانب المصري بإغلاق معبر رفح، والموقف المصري الآن حتى الآن كثيرون يروا بأنه إيجابي، على الأقل في الأسبوع الأخير عندما لم تذعن السلطات المصرية لمطالب بنيامين نتنياهو بفتح معبر رفح والاحتلال موجود، لأن الاحتلال يريد أن يدير أياً كان معبر رفح غير الفلسطينيين، غير حماس، والفلسطينيون يرون أن الفلسطينيين هم من يقرر من يدير معبر رفح وليس بنيامين نتنياهو، ويبدو بأن هذا هو الموقف المصري. فإذا أليس هناك ربما بارقة أمل بهذا التغير في الموقف المصري؟ تفضل يا محمد. تفضل أبو سراج. تفضل يا أبو سراج. نعم. تفضل يا أبو سراج. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو سراج. والله الإنسان يحير حينما يرى هؤلاء الذين اجتمعوا في المنامة وكانوا يتحدثون باسم العروبة، يتحدثون بلسان الوطن العربي، وهم بعيدين كل البعد على مشاكل الوطن العربي. اللهم إذا كانوا يعني يقدمون الخدمة أو العمالة أو الرذيلة في الوطن العربي. لا، تحفظ على هذه الكلمة، تحفظ على ما الذي تتوقع منهم؟ يعني هذه القمة، هذه الدول العربية 8 أشهر وهي ساكتة. نعم الآن تحدثت، يعني ساكتة فتحدثت. البعض يرى أنه مجرد الحديث الآن بالنسبة لهذه الأنظمة يعتبر تغير، يعتبر تقدم، موقف متقدم، موقف متطور. وسبحان الله، أبطال يعني في مهاجمتهم أمثال محمود عباس الذي يعني هاجم حماس التي ضحت بالغالي والنفيس ضد إسرائيل، ولكن خرج هذا العجوز الخارف الذي لا يمكنه حتى للوضوء أن يعني يتحكم فيه ويتحدث على هؤلاء المتوضون. سبحان الله، لم يقدروا حتى أن يقولوا العدوان، حتى أن يقولوا هذه الدولة معتدية، وليست غير معتدية، هي نازية. يعني لكن هذه القمة إبادة. هذه القمة النتائج هي مطالبة بقوات أممية. البعض يرى بأنه هذه ورقة في وجه أمريكا، لأن أمريكا كانت وإسرائيل كانت تتحدث عن قوات عربية، هم لا يريدون أن يكونوا خدم للاحتلال. هذا الموقف المصري الحالي أيضا الذي يتطور برفض مطالب بنيامين نتنياهو بأن يكون هناك قوات تحت عين الاحتلال، من يرضى عنه الاحتلال في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كل ذلك البعض يرى بأنه هو تطور يجب أن نتحدث عنه بإيجابية. والله الإنسان يضحك حينما يرى هؤلاء يتحدثون باسم فلسطين وهم بعيدين كل البعد على فلسطين دون حماس. نحن نبعد حماس على هذه المسألة. ألا تستحق الأراضي العربية أن تنزع من هذه الشرذمة؟ ألا تستحق الوطن العربي أن يحرر يعني من 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 جميع الأطماع سواء أمريكا أو إسرائيل؟ يا شعب العربي، يا شعب العربي، والله أنت نائم، أخرج إلى الشارع، حرر أوطانك من هؤلاء الحثالة، من هؤلاء الذين لا يقدرون حتى يقولوا كلمات العدوان لإسرائيل. هؤلاء خدام لإسرائيل. شكرا لك يا سراج. شكرا لك يا سراج. جميل حمدان من اليمن يقول عن أي قمة تتحدثون؟ والله ما عدنا نعول على هذه الجامعة التي أهانت وأذلت العرب، فما هي إلا مجرد رحلة ترفيهية يقوم بها الزعماء كل عام
وتعد لهم أضخم الوجبات وأشهر الفنادق والمتنزهات. كفى ضحك على اللقون على الضقون، كفى إهانة للشعوب. ما رأيك يا أبو أمان؟ تفضل أمان، تفضل. ما رأيك يا أمان؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم عيوني؟ شلون صحتكم؟ هلا بك. تفضل. وياك أمان سعيد من العراق من العظمية. أهلا بك يا أمان، تفضل. أهلا بك. خاصة للمقاومة الفلسطينية. أمان، هذه القمة هل انتصرت بأي شكل من الأشكال لما يجري في قطاع غزة؟ هل نصرت الشعب الفلسطيني؟ هل أعانت الشعب والله الفلسطيني؟ والله أنا أحب أضم صوتي للشعب الفلسطيني، وهذا اللي يصير من الدول العربية، وهذه القمة العربية يعني مع احتراماتي دولتنا العراق وحضور العراق في القمة العربية، هاي قمة منحازة. شكرا لك يا أمان. منحازة لمن؟ هذا هو سؤالنا، منحازة لمن؟ ما فائدة القمم العربية بمسمياتها المختلفة؟ يقول أحدهم دون ذكر اسمه، ما فائدتها من مكان لمكان سوى أنها تغيير جو للزعماء وطشات خارج بلادهم وحكي ببلاش لا يزن شيء في ميزان الدولة العبرية، ولا حتى يراهم الإسرائيلي وإن كانوا على ظهر دبابة. على ظهر دبابة؟ هل كانوا على ظهر دبابة؟ هل لوحوا أصلا بما لديهم؟ هذه الأسلحة التي تصدأ في مستودعات الجيوش العربية ومخازنها، لم يطالب أحد بأن تتحرك للدفاع عن الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين، ولكن يطالبون بأن يلوح بها، يلوح بما لديهم من أوراق قوة اقتصادية، بما لديهم من وزن. هذا الوزن ألا يضيعه هؤلاء في هذه كانت الفرصة التاريخية لهم ليثبتوا مكانهم أمام الأمم، ليثبتوا مكانهم في العالم، ليحترمهم العالم، ليقف كل أحرار العالم لهم باحترام بنصرتهم لغزة. كيف سينظر إليهم الآن كل أحرار العالم وهو يراهم يجتمعون ويأتلفون ويرمون بالزهور والورود، وأهلنا في قطاع غزة يرمون بالرصاص والقذائف والصواريخ الإسرائيلية؟ أترك الكلام لكم. هذا المنبر منبركم الحر، أنتم الحكم فيه في هذا البرنامج. بعد انتهاء هذه الحلقة سيستمر النقاش، وسيستمر مفتوحا لكم للتعبير عن وجهات نظركم وآرائكم في كافة منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. أما هذه الحلقة فانتهت، ولم يتبقى لي إلا أن أشكركم وأستودعكم. الله الذي لا تضيع ودائعه.